أهلين وسهلين سيد سوها. أهلين فيك شيخ رمضان. سمعت أنه السيد عمر رجع. شفته تعبان شوي، ما بعرف إذا بيجي. إن شاء الله خير، بس إذا بيسمع صوتك أكيد ما رح يقدر يصبر ورح يجي فورا لعندك. بابا انت منيح؟ خير ان شاء الله؟ في شي مضايقك؟ انا منيح يا ابني، ليش لكون متضايق؟ بالعكس مبسوط كتير. لو انك تشوف امك يا ابني، ما في شي بهالدنيا خلاها مبسوطة مثل رجعتها على هالبيت. انت عن جد ملكت الدنيا يا ابني، الله يحميك ويوفقك. الله يرضى عليك ويحميك ويبعث لك أيام حلوة. أنا رضيان عليك يا مراد. الله يرضى عليك ويوفقك كمان. يا إلهي صنان أجتمالني. عم ينادولي لروح على الجامع. وفي القتل بجمال kolaylaştır dosta giden yolumu arşı tutan meleklerin aşkına reddetmesin haşa sana geleni, ağlatmasın bu dert ile güleni, mahrum koymaz şadet dersin bileni. Gel buluştur Mika ilin aşkına. Aşk eder ki pena hımsın ilah. Cihanda fela hımsın ilahi, sen Rabbimsin Allah hımsın ilahi. Olgunlaştır azra aşkına, sen Rabbimsin Allah hımsın ilahi. Olgunlaştır azra inin aşkına. الصلاه
حي على الصلاة. رح روح أتوضى. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. الله يرضى عليك. تسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله فضل. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. هيا السلاة. هيا السلاة. هيا الفلاح. هيا الفلاح. قد قامت السلاة. قد قامت السلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يا إلهي سنا أجتمع لي وفي القتل بكما بنبالي
ulaştır dostlar, giden yolumu. أخي مراد وينه؟ راح ليخبر الخالي نازك. ما بعرف شو بدي خبر لأمي. أهلين وسهلين فيك يا ابني. يلا عود، خلينا نفطر سوا، رح جيب لك كاسة شاي.
شبك واقف مراد؟ يلا عود على السفرة لشوف. الفطور تقريبا صار جاهز وما عاد إلا يجي أبوك، بس مثل العادة بيكون أخذوا الحديث مع رفقاته بعد الصلاة. إيه طبعا بيكون اشتاق لرفقاته بالحارة. ابني؟ أمي انتقل إلى رحمة الله تعالى السيد عمر والد مراد على مدار. الرحمة والمغفرة لروحه. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتقل إلى رحمة الله تعالى السيد عمر والد مراد علم دار. الرحمة والمغفرة لروحه. يا سيدنا الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أهلين وسهلين يا أبني. ماني مرتاح بالمرة، أنا كتير متضايق، رح موت من الزعل، حاسس إنه حياتي ما عاد إلى أي طعم. لو متت أحسن لي. ليك يا أبني، مشوارنا بهي الحياة ما حدا بيتمنى إنه يكون حزين. السعادة مو شغلة منقدر إنه نشتريها،
هي بتكون جواتنا. بالأول لازم تعرف سر السعادة وتعرف شلون تعيش مبسوط. شو بدي ساوي بالسعادة بعد هلأ؟ أنا ما عاد بدي شي من هالدنيا ولا عاد بدي أعيش. قد مو مكتوب عمرنا نحن رح نعيشه لحد ما ينتهي، يا مبسوطين يا أما حزينين. أمي العمر الطويل لإلك، كيف رح أقدر أتحمل عيش بعدك؟ يلا خلينا نفوت لجوا، هلأ تبردي هون. عم حس حالي عم بختنق جوا. أخي البقية بحياتك يا أخي. حياتك الباقية يا عمران. ممنوع حدا يفوت. بعد هيك يا ابني أنا بكون أخوه، مالي غريب. بعتذر منك، ما فيني. هاي وصيته. أنا رح أغسل أخي عمر ولبسه الكفن، وهلأ بعد من قدامي رح أحقق له آخر أمنياته. ما بتهمني أي وصية. أنت ما فيك تمنعني عن واجبي. أي تيمور سيدي، إجا أخو أبوك هلأ وفات غصب عني. أنت شو عم تقول؟ أبي ما عنده أخ. قال هي وصية بابا عمر إنه هو يغسله ويكفنه. وصية شو؟ أمي أنت بتعرفي شي عن وصية أبي؟ إيه بعرف يا ابني. تيمور خليك عندك هلأ بحكيك. وقت كنا بمكة أبوك عطاني رسالة. ممكن تعطيني إياها؟ طبعا تكرم. أخي إذا في مشكلة بروح أنا على المشفى.
أخي سوها طارق هو يلي رح يهتم بجنازتي، رجاء لا تعرضوه. أتصل بتيمور وقل له لا يصعب الموضوع. ماشي أخي. المرحوم أبي هيك موصي. نورا، في اتصال مشفر. استقبله فورا. احكي شو بدك جاهد. عن جد مظبوط يلي سمعته؟ بابا عمر عن جد هو توفى؟ ضميري عم يعذبني يا بابا. بس ما فيني ارجع عن الطريق اللي مشيت فيه. انا يا ابني ما عندي اي شك باخلاصك ولا بنواياك الطيبه منوب. حاول تريح بالك واستشير قلبك. اذا كنت مآمن انك ماشي على الطريق المزبوط وقتها ما في حدا بيقدر يرجعك عنه. إذا أنت ما عندك شك بنواياك وقتها الله راح يكون معك ويساعدك. بدي منك تدعي لي. الله يحميك ويوفقك. طب شو انت مجنون يعني؟ تعالوا يا شباب. ممكن نشوف هويتك؟ اجت ضيفة بدها تطمن على مستر كي. اها طيب.
فيني أقول إنه المريض تجاوز الخطر، بس هو بحاجة لفترة علاج طويلة شوي، وحتى كل التحاليل والفحوصات متلازمة. إذا ما صار معه أي انعكاسات، مريضنا بعد فترة قصيرة ممكن إنه يطلع من المشفى ويرجع لحياته الطبيعية. يعني هلأ ما في أي شيء نقلق عليه بوضعه الصحي. لازم ننظف الغرفة. لسه تنظيف الطابق بعد نص ساعة، ليه اجيت بكير؟ لأني مستعجل. تذكرتني شيء؟ جيت من تركيا لسلم عليك.